لكن ليش تنزل رحمة العالمين؟ جميل. ما رأيكم نأخذ الجواب من كلام الله عز وجل؟ من أي سؤال تسأل سؤال سامي سؤال صح تجد إجابة الصح والحق في كتاب الله عز وجل الذي يقول سبحانه ألف لام كتاب أحكمت سورة. يا سلام، إذا ما في ولا آية جاءت من غير إحكام. أحكمت آياته ثم من لدن من؟ هي أحكمت إذا تحتاج حكيم، وفصلت تحتاج طبيب. من لدن حكيم خبير. الرسالة أي أن تعبدون إلا الله سبحانه. لماذا الكتاب الذي أحكمت آياته؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ يسأل سائل يقول لما؟ يا رب هل هذا مطلوب فقط؟ نحن نقرأ. هل نجحنا في الاختبار؟ إذا مت وأنا أقرأ القرآن وختمت لا يجوز أقرأ هل أنا ناجح؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لي. هذه اللام في لغة العرب اسمها لام التعريف. أنا أتيتك فتقول لما أتيتك؟ أقول أتيتك لأسلم عليك. لا يعني عشان ما يأتي بعدك. فالله يقول ولي ولأخت الغالية هنا ليقرأوا صح؟ ليقرأوا. كان احنا ناجحين وما احتاج اطرح السؤال نترك المسألة الان لان خاف جهل. اذا من المطلوب؟ ليدبروا. تاتي آية هنا ليدبروا ايش؟ صورهم يعني اخرج من الآية بقضية واحدة ولا ليدبروا صفحاته ولا ليدبروا اجزاءه ولا ايش؟ ليتبعوا آياتي. لكل آية لها أعقل من حكاية إذا وصلتكم. إذا ليتبعوا آياتي. اللي بيحصل بعدها لو دخلت الآية هذا ايش بيحصل؟ تتغير نظرتك الحياة. وليتذكر أولو الألباب. لما نعرف الكلام يأتي أحد رجالات السلف بعد رحلة طويلة شاقة قد اخترق قلبه تلك العظام التي في الصدر متجه إلى مدينة الحيث أولاده وأطفاله الذين تفتتت كبده شوقا لهم. فمرة ما في تليفونات ولا جوالات ونبذك عليهم وطمع عليهم فهو جاي قال أشتري لهم هدايا. فيتبايع مع صاحب البضاعة ويخاطع بمجادلة في السعر. فجأة البائع رمى الملابس وفر انحاش فر. ينظر الرجل لدى السوق كلها استغرب إذ بصارت قصبة ثم اقترب من الرجل ثم نزع السيف واستلمه من أمره ثم قال ما لا تنحرم عليك شوي إلا شوف موقف ملك طاغي ما أحد يوقف إلى جهة. فقال ما لك لا تنحرم عن الخير والله لتنحين عن الطريق او لاقصلن راسك عن كتفك. والله اخليك الان راسك عن كتفك.
أكتاف وجسم ورأس. فقال الملك: لا يا فلان دعني. فالرجل أخذ ذلك. فالملك ابتهر، قال: ما يضحكك؟ يعني كان ذهب الرأس، شو ضحكك؟ قال: ضحكت لحاجبك هذا يريد أن يقرب أجلي ساعة، وأنت أبيت تريد أن تؤخر أجلي ساعة، والأمر ليس لك وليس له. قال ربي في كتابه: وما كان لنفس أن يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله وكتاب مبين. ايش يهدي به الله، هو سبب والله هو الهادي بهذا الكتاب، يهدي به يهدي بالله من تبع سبل السلام ويخرجهم من الظلم. تحس انك كنت عايش في مراحل تخاف من فلان، تكون خايف رزقك ما يجيب، وفلان يمكن يقطع رزقك، والرزق ليس عند فلان. طيب، هذا السؤال الاول: لماذا انزل هذا الكتاب؟ ليتذكر. طيب، ممكن نسأل أنفسنا يا جماعة، ما يرجع علينا الشيطان يقول خلاص تدبر الناس مشي خلاص؟ لا، ما دام أنزل ليتدبروا، والله سبحانه أثبت أن الحكمة من إنزال هذا الكتاب للتدبر، إذا لابد أن أسأل نفسي أن أراجع كل خطوة. صحيح يا جماعة، قرأنا صفحات كثيرة، كم منا في رمضان من ختم؟ أقل واحد فينا في رمضان يختم خاتم 20 جزء، تجي بالنسبة ما شاء الله على أقوال تكون صوت قلب 25 جزء، ما شاء الله تبارك الله، بالله يعلمني ايش كان يكون في الشيء. لكن لم يتفهم. طيب، واحد يسأل يقول: يا ربي أنا أريد. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ما المطلوب؟ هو يسير. ليش ما احس طعمه انا؟ قال: فهل من قارئ؟ فهل من مدكر؟ انت صادق؟ تجاهد نفسك بالله عز وجل؟ ساتي على هذا باذن الله عز وجل. طيب، المدكر لا تمر عليه هذه الايه كهكذا، لا، يقول: يا ربي انا اريد ان اتدبر وانا فاشل. لا بد نعتذر يا جماعه. تخيل واحد يأتيني في المستشفى، ثم أو يأتي إلى رئيس أي ساعة، ثم يقول: والله أنا عندي ألم. تقول له: وين الألم؟ قلت: ما أدري، بس أنا عندي ألم. طب لازم تعرف أنت الألم اللي عندك وين، عشان نأخذ إشاعة صدرك، ولا نأخذ إشاعة لرجلك، ولا راسك، وين نأخذ؟ صح؟ أكثرنا يا جماعة عنده ألم يقرأ القرآن ما يفهم شيء، ومع ذلك ينزف هو هذا ما حاس ياكل ياكل يشرب نوم ياكل يشرب. طيب، خلينا يا جماعه نبدا الان نسال انفسنا، نقول: كنت من تفضل اراجع حساباتي كلها، كم آية مرت عليك وما ادري والله ايش يعني، حتى بعضنا يمكن يتذكر ينسى احيانا في رمضان ان يعلم المكان اللي وصل اليه، صح؟ ثم يروح ياخذ مصحف ثاني في البيت وهو يتذكر انه في الجزء العشرين او الواحد العشرين، وهكذا.
فتبدا يقرا ثم بعد 10 صفحات يقول الايه هذه اللي مرت عندنا اليوم صح؟ معناته كل الايات الواقعه هذه كلها ما دخلت، هذه كلها الايه اللي دخلت يمكن تركز فيها الباقي كله في كلام. طيب ما دام عرفنا ان في مشكله لازم نحس انه في مشكله، اذا ما تحس انه في مشكله خلاص. كم مرة في السؤال الثاني، هل ممكن أن أكون بمشكلة ماني حاسس؟ جماعة أي سؤال لازم نجاوب عنه، هل ممكن يكون أنا عندي مشكلة مع القرآن وأكون الطريق المرسوم أمامه لغاية يسار أو يمين ممكن أني ما أحس؟ ممكن لا يا جماعة، ممكن؟ ممكن. ما الذي يقول هذا؟ يقول الله عز وجل، يقول سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن. ايش يعني يعش؟ يعني يعلم يسمع الايات ولا يتبعها ويرتاح. يعش الذكر هنا والاوامر هنا وهو في وادي. يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن ماذا يعش؟ هناك شيطان متخصص نقيض له شيطانا. كم يداوم من ساعة الشيطان؟ 24 ساعة. فهو أي الشيطان له قرين. طيب إيش وظيفته؟ الوصف الوظيفي حقه إيش؟ وإنهم أي الشياطين ليصدونهم طريق الجنة كذا برايك وإنهم ليصدونهم عن السبيل. وين المشكلة؟ هذه مشكلة لا، هي مشكلة أكبر منها في نهاية الآية. ويحسبون أنهم مهتدون. يعني إني أكون عندي مشكلة هذه حالها مشكلة، لكن كوني عندي مشكلة وأحس إن هذه مشكلة، هذه مشكلة أصعب منها. كوني أحس عندي مشكلة وأحس إني صح، هذه مشكلة أصعب منها. طيب عرفنا ان القران انزل للتدبر، يا ربي اقرا صفحه جدا اليوم. التدبر هذا يغير الامور. لما اتي الى اثنين من احدة الفضلاء الكرام امامي الان يكون اثنين عطشانين مره ميتين عطش، وواحد منهم خليته اعطيته يذوب الماء، والثاني قلت له خليني اشرح لك على جنب الماء ممتاز طالع المس، لاحظ الاعضاء اللي استعملها يشوف ويلمس. من الذي ارتوى فيك؟ من الذي ارتوى؟ اللي شرب، اللي لمس ما ارتوى صح؟ طيب لو اخذت عليه شوي ما ارتوى. هذا بالضبط يا جماعه اللي نحتاج اليوم نطلع من هذا المسلك عارفين. القران شيء اسمه تدبر اي عضو. عندنا في المستشفى اقوام اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم ويفرج هم كل مهموم مسلم، ياكلون عن طريق انبوب من الانف الى المعده. هؤلاء المرضى تعطيهم سم ما يحسون، تعطيهم عسل ما يحسون، تعطيهم مر ما يحسون، مر ما يحسون. ليه؟ لان اداه الوصول للطعام ايش؟ اللسان. فمجرد ما لم يدخل هذا اللسان في المعادلة صار الأكل يروح بس ما يكون إيش الأكل. إحنا بالضبط يا جماعة أكثر حالنا والمسكين أو أنتم عندنا مشكلة، صار واحد يسمع شيء يقرأ جريدة يقرأ كتاب يقرأ رواية يقرأ قرآن ما في يعني عندك، بل تلقاه أحيانا يقرأ جريدة وخبر ينقل للناس ويقرأ آيات تزلزل الجبال الراسية وما يكلم أحد. صح يا جماعة ولا لا؟ لأننا ما ندري إيش العضو يا جماعة. وإذا ولا تصف طعم العسل وحلاوة العسل لمن ليس له لسان. تأتي واحد تغلب لسانه وتعطي عسل ولا ما ولا ما صح؟ جماعة السؤال الثاني بأي عضو أذوق طعم في الدم؟ ما الدليل؟ لا يا جماعة إذا أردت تعرف إنك صح ولا خطأ لا تتكلم بالأمثلة.
أن تعرف أن هذا الأمر دينك. تأتيني تقول أنت بعينها أقول تعال، لكن أثبت لي بهذا القرآن والسنة أن هذا غلط صحيح، لأن أنا ما عندي أمرين، ليس عندي نفسين، نفس أعطيك إياها تتبعك وإذا راحت النار أغير، أنا ما عندي نفس واحدة، نفس واحدة، وأنا مسؤول عن هذه النفس. يا جماعة أنت لما تشتري جهاز الخطوط عندكم كم؟ 110 و 120 زينا؟ ما شاء الله. تخيل أعطيك جهاز 110 ثم أنت قرأت الكتالوج 110 ثم رحت شفت 22، شو بيصير الجهاز؟ هذا حياة يا جماعة، أكثرنا حياة طبت، لأنه هذا الدليل اللي يخليك تعيش صح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا. تكون سعيد؟ أكون سعيد نعم. نجيب على السؤال، لكن نجيب على الأول، ما هو الدليل أن هذا القرآن لا يباع إلا بالقلب؟ الله أكبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ سبحان الله، ما قال أفلا يقرؤون؟ لكل نقرأ هذا ما دخل في الآية ولا يدخل فيها، تدخل في المعادلة إذا كنت تتدبر القرآن. أسأل الله شيئا يا رب. أفلا يتدبرون القرآن أم سبحان الله؟ لم يعطي الله عشرة خيار، هما خياران فقط، إما أنك تحس بطعم القرآن أم هناك مشكلة. أفلا يتدبرون القرآن؟ جاوب نفسك، والله أجاوب نفسك اليوم وأحب لك وأحب نفسك، جاوب نفسك، هل أنت من تقرأ القرآن أو تتعرض للقرآن سماعا قراءة مراجعة تحس طعم، ولا تحس أن الكلام الله عظيم بس ما أنا ما أحاسب شيء لمسه؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا ما تحس وما أحس معناته في شيء يقطع. طيب إيش يقطع هذا القلب؟ أليس هذا سؤال منطقي؟ وهذا سؤال منطقي يا جماعة؟ أنه القرآن أنزل من التدبر، هذا من يحس؟ والله يقول القلب هو مكان التدبر، وإذا ما تحس فلم تقفل. إذا إيش اللي قفل؟ أليس هذا هو كل تكون ودك؟ تبغى تبقى الحل؟ تبغى نجاوب على السؤال؟ من القرآن يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن، سبحان الله، قبل أن نكمل الآية لا بد أن نعرف حقيقة أن هذا الكلام أعظم كلام على وجه الأرض. من الذي قال؟ قل هو نبأ عظيم. قل هو عظيم، لماذا نحس بعظمته يا رب؟ أكمل الآية. أنتم ماذا؟ أنتم عنه معرضون. بس احنا نقرأ جماعة أي قضية نطرحها، أي قضية نطرحها تجد التفصيل في كتاب الله عز وجل. من الذي قال؟ كل حركة في حياتك، كل همسة، كل لفتة، كل نظرة، كل خطوة، والله مفصل لك القضية في القرآن، إن خطوتها ماذا سيحصل، وإن لم تخطها ماذا سيحصل، وإن نظرت ماذا سيحصل، وإن لم تنظر ماذا سيحصل، وإن تركت خوفا من الناس ماذا سيحصل لك، وإن تركت خوفا من الله ماذا سيحصل لك. وكل شيء، كل شيء ايش ذكرناه؟ لا، هذا عند البشر العلم
يعني هو يجيده. وكل شيء فصلناه. ايش؟ تفصيلا. اذا تعالوا ندرك ايش المشكله عندنا. يا ربي انزلت القران لنتدبره، يا ربي ما تدبرناه، وين المشكله؟ اذا القلب مغفل. يا رب ما الذي اخفى؟ ومن اظلم قيل له كما سمعنا من قراءة يوم مساء الخير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلام عظيم يا جماعة، بس استطرادا علميا سريعا ثم نرجع للسؤال. يا جماعة ايش يعني هذا الكلام؟ عبارة أعظم من أن توصف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولا اكتب معاني الكلمات لنفد البحر، لكن معاني القران الان ما انتهت. ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر هو الحبر يمده من بعده سبعه ابطر كلها حبر، وان تكتب معنى الايه الاولى وتكتب وتكتب مليت الارض وخلصت سبعه ابطر جفت، ما خلصت معاني كلام الله. فشوف التعبير العظيم، شوف الوصف العظيم، شوف الإحكام والتفصيل، أحكمت ثم فصلت. الآن يا جماعة تخيل وأنت جالس عند أهلك، والله يا جماعة جربتها في نفسك، قبل أن تدخل على أمك وأبيك لابد أن تقرأ مع هذا نبرة صوتك اللي كانت مع أصحابك، خفضها وقفتك امام اصحابك ومرؤوسيك في العمل او نزلها. الله يقول واخفض لهما جناح العز. سبحانك يا رب. هو الان انا دليت نفسي كيف اخفض زياده؟ لاحظ؟ لاحظت الشباك الله تحس فيه قبل اطلع عليها؟ يعني جناح الذل عالي ولا نازل؟ نازل، كيف اخفض زياده؟ لا اله الا الله. بل وصف الله عز وجل نوعان من المشاعر ما طلبها الله منا في التعامل مع اي احد حتى معه سبحانه جل جلاله. هنا فيه رحمه وفيه ذل في الايه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اذا فيها نوعين من المشاعر. هذان النوعان لا يجتمعان ابدا في نفس الوقت، لانك تستعمل واحد منهم، يا اما انك اعز مني فانا اذل لك ولا ارحمك، صح؟ او انك تكون اقل مني فارحمك ولا اذلك. اعيد ولا واضح؟ واضح يا جماعه؟ يعني انت ترحم من هو دونك واضعف منك ولا يحق لك ان تذل، لكن تجوزا لا تذل الا احد الا لله. والقران يعلمك ان لا تذل الا لله عز وجل، لان لا احد يملك النفع على ضرب الا الله. سبحانك يا رب. طيب كيف اجمع هذين النوعين من المشاعر الطاهرة؟ يقول لك انت وانت مع امك وابوك مخاف الذل وترحمهم. سبحان الله. لكن اذا طلعت من البيت ما كف رحمتك. باقي لهم حق عليك، تقول ايش؟ وقل رب ارحمهما كما ربيتني صغيرا. من منا يوم سجد قبل قليل أثرت فيه هذه الآية تواقف ثم ذكرها في السجد ثم قال ربي ارحمهم كما ربي لا تجيب؟ كل واحد يجيب نفسه. طيب هذا كلام يعني أنت قاعد يألف؟ لا والله. الله عز وجل وصف الذين يستفيدون من هذا الكتاب أنه يبقى أثر الآية التي سمعها وهو واقف إلى يوم سجد. في دليل يقول ربي جل جلاله:
وبالحق يقول اخليه ده
مسموح، اقرا اختل، لكن لن تفعل تبدو تكره القران في كل شيء. لما يعرف المسلم هذا التسلسل يحل عنده الوقت اللي يقول والله لأجاهد نفسي في كل أمر ذكرت فيه ثم أعرضت عنه. تجده اليوم ينظر يقول يا رب الأبصار، ثم يتوب إلى الله يا رب، تجد حاجة يتكلم اليوم زل واغتاب وزل وتغزل قال كلمة فيرجع يصلي إلى الله يتوب إليه، صارت حياته فيها طعم. كل ما ترجع كل ما يفتح الله، لأنه أغلب بسبب معين، كل ما نعود أكثر وكل ما نظلم يفتح على الله. لأجل هذا الحين الغاية لما كنت تأخذ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها، افتح كتب السنة كلها، كتب الصحاح كلها، وفتش في الأدعية، لن تجد دعاء أعظم من هذا الدعاء من جهة المقدمة التي قدمها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة عنده دعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك، أنا عبد عندك وأبوي عبد عندك، ابن أمتك حتى أمي أما عندك، ناصيتي بيدك، ماض في حبك، تقضي أمر أمرك، تقضي أمرك، تقضي تقطع رجلي وأكمل عبد رجلي، عبد ما ظلمت. لو على الجماعة لو رأى الناس منا واحد تميل من الله عز وجل، هذا من تحضر اسمه ولا نسي، والله ما تحضر. لكن الله ستير سبحانه، فلو أخذ الله في عقله إيش بيصير؟ إيش بيصير؟ أي كم من هذا الدليل؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، ايش بيصير في الارض؟ السيارات كلها ما فيها حد، الشوارع فاضيه كلها، ما ترك على ظهرك من ذلك، خلاص. يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ايش؟ ما زكى منكم من احد الا المشايخ؟ لا أبدا. لكن الحمد لله أنه ستير جل جلاله، اللهم استر فوق الأرض وتحت أقدامه. قال: عدل في حكمك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك. شوف المقدمة: أسألك بكل اسم هو، أي اسم يا ربي أنت سميت به أنا أسألك به. ما سبق دعني أسألك هذا الدعاء أبدا. يسأل بكل أسماء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته، يعني مو على القرآن العزيز الحكيم الرحيم المجيد الرؤوف، اسأل يعني كل رب، أسألك بكل هذه الأسماء أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، يعني أسألك يا رب بالأسماء التي أعرفها والتي لا أعرفها، والتي أنزلتها والتي لم تنزلها، والتي علمتها أحد من خلقك والتي استأثرت بها ولم تخبرها. ما تريد يا رسول الله بأبي أنت وأمي عليك الصلاة والسلام؟ إن هذا المقدم الطويل علينا بيسأل سؤال عظيم، ها؟ ماذا تريد؟ بعد كل هذا الدعاء العظيم يريد طلب واحد فقط، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أسأل الله أن يجعله ربيع قلبي، أقسم بالله أن تحس بطعم وأحس أنا بطعم الله ما حلمنا فيه في حياتنا، كما قال الله: ويخرجهم من الظلمات، كأنك كنت عايش حرام وحد فتح النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا من أهل هذه الآية. سبحان الله. إذا كم ندعو هذا الدعاء؟ هناك أسباب تجعلك ما تتذكر الله. أحيانا بعض الناس يكون طيب وعلى خلق وفي الصلاة ما شاء الله في الصف الأول
ويصوم نوافل، ومع كل هذا يقول والله ما أشعر طعم. نقول هناك مشكلة. أحيانا يكون الإنسان كويس لكن عنده مشكلة في داخله. اسمعني يرى مدخن في شكله. من الذي فضلك وكفاك هذا البلاء؟ أنت اشتريت كم بعد ولا الله اللي حصل؟ فالمفروض أن تدعو له وتنصح بلطف وتدعو له في سجودك وتحمد الله الذي عافاك. من الذي قال أني إذا كان في كبر ما أخذ القرآن؟ أي آية؟ سأصرف عن آياتي. تقرأ آية مثل وضح الصبح ما تستعمل اللي جنبك الآية أخذت بتلاميذ قلبه هزت أركان وأنت ما تحصل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإلا لو عرف الإنسان نفسه كل نعمة عندك ليست منك. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن على أي أساس ترى أنك أنت أحسن من الناس؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الآية الكونية والشرعية. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يبتليها الله حتى بمعصية كان يعني يتنفق من نفسه بهذا الكبر. اسأل الله أن يجيب لك من الكبر. هذا واحد من الأشياء التي تلف القلب. الشيء الثاني ذكرناه في قضية أنك تسمع ذكر بآيات ربك فأعرض أعرض 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 يدخل 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 اقرأ 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 بسلامتك ما تدخل اقرأ. طيب هل الله سبحانه وتعالى لما تراجع كلمة الفرح في القرآن تجدها تقال مذمومة دائما إلا في موضع واحد في الدنيا وموضع آخر واحد الآخر. والذي أمر به الله هو الأمر الوحيد في الدنيا. الله يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور. لكن لما ذكر الله عز وجل الشريف الذي انتهى من هذه الحياة قال ولا تحسبن الذين ماتوا انتبه تقول مات. تسمع في الأخبار يقول لك مات توفي كل قتل لأنه مات. لما قال المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا. قال عمران قال ما ماتوا وما قتلوا لكن أضافوا كلمة الموت صح؟ فالله عز وجل شوف تفصيل القرآن فقال قل فادرؤوا عن أنفسكم إيش؟ أنت ستموت لكن هو لن يموت. الشهيد الذي واجه الموت ما يموت. والمنافق الذي ارتد هرب من الموت سيموت. يا الله قال بعد مباشرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ايش؟ بس احياء زي البريق بيوم تعافى يوم لا تريدين بما اتاهم الله من فضله. من زود الفضح اللي عندهم راجعين الدنيا يستبشرون بالذين لم يلحقوا. شوفوا طيح موضوع الدماء لكن هو عايش احسن منه.
هو فرحان. فأسأل الله أن يرحم شهداء المسلمين أجمعين وأن يتقبل كل من قتل ظلما شهد الشهداء. الأمر الوحيد الذي أمر الله به بالفرح هو أمر واحد وهو هذا القول. قال إذا فهمت الآية وأعانك الله على تطبيقها فافرح. قال الله عز وجل أن هذا القرآن يا أيها الناس خطاب لمن؟ القرآن جميل جديد يا جماعة اللي يقول الناس يا من يقول قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن؟ الآن صارت الناس صارت مؤمنين. الله يجعلنا وياكم. ماذا قال بعدها؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير. ليش؟ مو اليوم اجتمعوا وزراء واليوم اجتمعوا رؤساء واليوم عقدت صفقات بنوك وعقدت صفقات شركات انتقلت في فلان وفي الاخبار. واحد جالس استفاد من الايه وطبقها يقول الله افرح. اشد من فرح ذاك هو الذي انت فيه خير مما يجمعون من الدنيا كلها. مصداق ذلك يقول الله عز وجل واذا ما النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة فقرأها على الصحابة. الله ينظر للأجساد والقلوب سبحانه. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون كلهم بتلك الآذان لكنهم ليسوا سواء. وإذا ما أنزلت سورة كلهم يقولون لا فمنهم من يقول هزته الآية. الآية فتحت له آفاق كان خائف من الرزق ثم سمع في الصلاة وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما السماء ما قال في الأرض. إذا سأدعو الذي في السماء وأخلي الكلام. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم فرحان زادته هذه إيش إيمانا. أنا دخلت المسجد وأنا كنت جريء على المعصية خرجت المسجد لا والله ما عاد صرت جريء على المعصية ما في أحد ما يعصي لكن نسأل الله أن يجعلنا من التوابين الذين يتوبون إلى الله. فدخل وطلع أقل جرأة على المعصية أسرع للطاعة. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ومش بعد وهم فرحان يستبشرون. فهل تفرح بالآية ولا أجمع المصارحة الآن مصارحة اليوم والله اني احب لك ما احب نفسي وانا اصارح نفسي لازم اصارح نفسي يا جماعه قبل ما نموت من الان نتدبر وياكم يا جماعه مقطع ثم انقل في نقاش صار بيني وبين واحد في احد دول الخليج ثم ننتهي ان شاء الله. باقي وقت ايش يعني نظام تطبيق عملي على قضيه تدبر؟ وانا اريد ان اسال سؤال. لما تقرا قول الله عز وجل
وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايش تحس؟ اكثر يا جماعه اول ما مسكين كل معروف قصه موسى مع ربه المقر والعصا رغم العصا صارت حيه بس هل تظن ان القران بهذه الدرجه من عدم التاثير انه قاعد يقول الكلام صار فاضي انتهى؟ ها يا جماعه هل هذا ظن القران؟ يعني رب العالمين نزل الجبال ويقول في المسلسل على جنب لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله ثم يكون بهذا التاثير الضعيف؟ لا والله. تبون نتدبرها شوي يا جماعه؟ نتدبرها؟ يقول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا. صح؟ 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 ولا قال عصاي؟ كل حرف يؤثر. انا لما اسالك عن كرتون مناديل في سيارتك اقول لك ايش هذا؟ تقول كرتون مناديل؟ تقول كرتون مناديل. صح؟ صح ولا لا يا جماعه؟ لانه ما يعنيك، لانه ممكن تستغني عنه وتجيب واحد ثاني. صح؟ لكن لما اسالك عن الجوال اقول لك ايش هذا؟ تقول جوال. اي شيء تحبه تنسبه لنفسك. فقال موسى هي عصاي، ثم اكتفى بذكر علاقته مع العصا بهذا. قال اهل التفسير قالوا كلام جميل، قالوا انها استانس بكلام رب العالمين فاخذ يسترسل. وهناك اعظم من هذا، ابن الصلاح إمام المفسرين عليه رحمة الله يقول: والله لو فتح الله عليك في الآية الواحدة ألف معنى ما كانت هذه كل المعاني التي يريدها الله، لأن كلام الله صفته وصفة الله لا يدركها أحد على الإطلاق كامل. قال هي عصاي، ثم بدأ يعبر عن ايش تعني لها العصا. قال أتوب يا رب أنا ما أتخلى عنها ولا خطوة، أتوكأ عليها يعني مهمة عندي. قال وأهش بها، والله يا رب لو هذا العصا معي لطاردت الغنم يمين ويسار بعد أركض، أنا أركض بالعصا أصلا يمكن يخاف ينجر. يعني سهلت عليه حياته ولا لا؟ وأهش بها على غنمي بس ولي. شوف كل هذه ها ولي ايش؟ فيها مآرب أخرى. يقول ابن عباس: أي كم دافعت فيها من عدو، وكم خوفت فيها من سبع، وكم ضربت فيها الثمار فأسقطت لي، يعني وكقال وأتظلل عليها في الشمس وأجعل فوقها قماش. المهم أنه قال مآرب أخرى، يعني بالعربي ما أقدرتك. صح؟ بالعربي أنا ما أقدرتك هذا. يعني لو عندي بس أتوقع عليها كان ناقشت اللي يقول لي تخلى عنها. صح؟ فما بالك إذا كانت فيها كل هذه الأشياء. ماذا قال الله لهم؟ لو أحد قال لك هذه أنا والله قلت أنت في جسمك ولله مثلا أعلى سبحان الله هو يعلم، نحن نتكلم عن نطاق البشر مع بعضهم البعض. لو انت تحب واحد يقول له ايش هذا؟ تبغى تشوف كان هو محتاج تاخذه او تقول له تخلى عنه ما يناسب. لما سالته عن عطر قال لك هذا عطر احسن عطر عندي وصدق اني استعمله حتى وانا نازل من السياره ولا داخل البيت ولا تقول له عطني اياه. صح؟ تقول له خليه معك اجيب واحد ثاني. صح؟ الله عز وجل يريد ان يثبت لي ولك والاخت الغاليه هناك أن لله أقوام لا يقدمون أحد على الآخر، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم. يعني أحب الشيء هذا موضوع، لكن إذا جاءت قضية بين حبي وحب الله ها يفسد الأمر. فقال الله ألقيها يا موسى. إيش قال موسى؟ قال يا رب طيب الآن توني شرحتني أبغاها، هل تقلنا العصا أنا؟ متى تقتل عصا؟ وين احصل؟ طيب يا ربي طيب على الاقل ما اتكى عليها بس زي ما نسوي احنا لما نجي قوم الله.
ها؟ ايش سوى موسى؟ ثم ألقاه، صح؟ صح؟ صح الآية ثم؟ الله أكبر. ما أجمل القرآن؟ ما هو كل كلمة كل حرف لبعض؟ ثم ايش معناها بلغة العرب؟ الترافق. يعني أقول دخل محمد ثم قال، معناتها؟ العرب يفهمون أنهم ما دخلوا وراء بعض مباشرة، أن واحد أتى ثم بعد فترة جاء الآخر، صح؟ لكن لما أقول لك دخل محمد فقال، معناته أول فاعل فورية، ها؟ مباشرة موسى عليه السلام نسي مرة أخرى، نسي حتى قضية من يدبرك، من بتقعد طارد الغلط ما الله يقول اللهم اجعلنا نستجيب لك فنستجيب فألقاه. هنا يفشل أكثر الناس اللي ما فهموا هذه القصة، لأن أكثرنا مثلا لما يجي يشتغل في بنك يبغي، فتقول له حبيبي أنت الآن تشتغل في مكان خطير بعده بحق من الله ورسوله، يقول لك طيب شوف أنا بتركها لله لكن شوف لي وظيفة ثانية. لما أعطيك وظيفة ثانية أنت ما تركتها لله، تركتها عشان وظيفة ثانية، صح؟ يعني ما عندك ثقة بالله عز وجل، ولا يا جماعة؟ صح؟ الله يقول أم حسبتم أن تتركوا؟ لا، سيمتحنك أنت صادق أو ناجح، وسيمتحنني أنا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب، وإن ترك البنك قال لا أنا تركته لله. كيف يتركه؟ يتركه من بعيد ترقص، شوف ها بيجيني اتصال من أحد الحين يقول لي وظيفة أعلى منها، مو قال الله عوضه الله خيرا منه، صح؟ يقعد يترقص، يجي ولا ما يجي؟ إذا ما جاء قال تركته لله ولا أعطيته، صح؟ صح؟ وفشل. يعبد الله على حافة الجبل، فإذا صاره خير اطمأن لله، هذا الدين ممتاز. وإن أصابته فتنة اختبرها الله اختبار، انقلب على وجه عدوانه. خذها قاعدة، إذا أردت أن تفوز مع الله سيختبرك أقل شيء اختبارين قاسيين، وسأثبت لك هذا الكلام بكتاب الله. الآن لما ترك موسى فألقاها، لو واحد منا يتوقع أنها بتصير ذهب الآن يقول خذها الحين ذهب، صح؟ ولا خذ 10 عصات، صح؟ 10 عصي ولا ما الذي حصل؟ حتى لو نفهم فن التعامل مع الله. الآن في دورات فن التعامل مع الرؤساء ومع المرؤوسين ومع الزوج ومع الزوجة، أريد أن أعرف كيف أتعامل معه. هذا الكتاب يعلمنا كيف نكون مع الله. لما ألقاها مفروض تصير ذهب، أو على أقل تقدير يقول الله اختبرتك نجاح، خذ، صح؟ صح؟ إيش اللي حصل؟ فإذا هي حية تسعى، قامت تجي، هذا جزاء. عشان كذا حفظنا الخاشع، الاختبار الثاني على طول فيه حراس، وانا اهتديت بس ما اعطاني، لا بيختبر اختبارات. يقول الله فلما راها تهتز كانها جان، قامت تهتز في وجهه كذا، لا اله الا الله، هذا جزاء ولا مدبرا ولا يعاقب. قال ما عندي لا مآرب ولا ايش، ما لي افضل فكر. ايش يعني ولا يعاقب؟ يعني ما نزل هذا القرآن كأنك ترى بالصوت الصوت. أحياناً الهارب يهرب لكن هو يعلم أن العدو اللي وراءه على مسافة بعيدة فيلتفت، لكن إذا كان خايف مرة لم يعقب، ما يلتفت ولا يدور ولا يرجع، خلاص ما عنده وقت، لأن إذا ألتفت تخف بسرعة شوي، صح؟ قال ظلنا مقدرا ولم يعقل. ايش قال الله الحين؟
قال خذها سبحانك يا رب. يوم كانت مآرب أخرى وأتوكل عليها تقول ألقيها، لو صرت بعد ألقاها ما حاش تقول كلها سبحانك يا رب. قال خذها ولا تخاف. الله ثقة بالله عز وجل. إيش قال موسى؟ قلت الله يا رب أنا ذبيت عشانك لكن الحين لا والله. إيش قال؟ مد يده عند رأسه سمعينها سبحان الله. الله أعز من أن تصدق معه فيخذلك، والله الكريم من البشر ما يخذلك، فكيف الكريم رب البشر سبحانه وتعالى؟ لكن المشكلة وين فيه؟ فينا نحن. الله أكبر. فهمت الرسالة ولا فهمت الرسالة؟ فهمت الرسالة؟ الرسالة يريد أن يعلمني وإياك، يقول تبغاني أحبك مثل ما حبيت موسى وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك بنفسي وأنا أحبك، ها؟ لازم أختبرك في ترك شيء تحبه وأخذ شيء تكرهه. إيش اللي حصل؟ نجح موسى عليه السلام. لما نجح واسأل الله عز وجل أن يؤكد الناجحين، والله أن ترى عجب، حتى إيمانك يعظم ويكبر. لما نجح تريد نقطة هذا ثم نكمل بين الأربعة والقامة ما شاء الله رسول. ما الذي حصل بعد أن نجح موسى عليه السلام؟ ترك شيء يحبه وقبل شيء يكرهه. في النهاية المحصلة لن يخذل كالله، لكن سيثبت للخلق الذين معك أنك تستاهل. وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا سبحان العظيم. إيش اللي حصل لموسى عليه السلام؟ الآن العصا في يده ولا لا؟ في يده. انقرص الندب؟ لا، فالعصا في يده، لكن هو ليس هو موسى اللي قبل ساعة. عند الله لا، عند الله موسى ثاني. ما الذي جعل الله لموسى؟ يعني إذا في النهاية أنت لن تخسر، يعني أنت لا، إحنا شو الخبر ما نترك شراكة؟ لأننا نذكر أننا نحمس أنفسنا به، صح؟ فزادت الشهوات، زادت المشاكل وذيبة الخلق، عشان كده صار يبغى يشرب ينسى. تشرب ليش؟ أبغى أنسى. إيش تنسى؟ أنا كنت مهموم. لو كنت سعيد ما خرج، صح؟ يبقى الصراخ يحاول يهرب من نفسه الدوام، يطوع الموسيقى اعلى شيء لين ينام، يشبش لين ينام لين ينام لين ينام لين يموت. ثم رب يرجع. ليش ما نترك ان المعاصي؟ لاننا نظن ان اللي تركناها فرصه، صح؟ والله الحلاوه في الايمان احلى من هذا، واسال الله ان يجعل اياه حلاوه. ما الذي جعل الله لموسى عليه السلام؟ تغيرت حياة موسى من ذيك الوقت. موسى صار مختلف. فأرسله الله إلى فرعون. العصا لو أن موسى عليه السلام ما رماها، إيش بيسوي قدام فرعون؟ يا ما خش بها على غنمك، صح؟ عشان كذا دائما نخسر مواقف نحتاج فيها عون الله، ثم لا يوصلنا إلى سألنا خذلنا أنفسنا. الآن صار موسى مختلف، لما جاء موسى قدام فرعون يخيل إليه من سحره أنها تسعى ألقوا حبالهم وعصيهم، إيش جاءوا بسحر عظيم؟ وإذا قال عظيم عن شيء أنها عظيم فاعلم أنها شيء مريع. لاحظ أمر مهم جدا. موسى لما كانت العصا حية ايش صوت فيه؟ ولا لكن لما زادت ثقته بالله عز وجل، زاد ايمانه بالله عز وجل، كل هالعصر ما ولى منه، اوجس في نفسي يسمونه الخوف الجبل. يعني انت داخل في البيت ايش يسمون القطوه يا جماعه؟ قطوه بس كافه قطوه قطوس. أنت داخل في غرفتك في الظلام وطلع عليك قطوس،
أنت الآن تبتعد ولا مع أنك لو علمت أن قطوس ما خف، بس هذا يسمونه الجبل خوف جبل، يعني أنا ما خاف منه لكن فاجئني. ردت لاحظ الأفاعي أكثر ولا أقل؟ الخوف أكثر ولا أقل؟ ليش؟ زادت ثقة بالله وصار معه الخوف، صح؟ فالله عز وجل قادر أن يجعل موت، قال الله قادر يحمر السحر ما جئت فيه السحر إن الله سيبطله خلاص. الله يريد أني أنا وإياك لما نقرأ نفهم أن المواقف اللي أنت تكسب فيها مع رب العالمين تترك شهوة عشان الله، والله أن يفرج الله عنك بها أمور في حياتك ما كنت ستأخذها والله لو أنك خذت. لاحظ الموقف أشد والإيمان أكثر والخوف أقل، صح؟ تلقف ما صنعوا وما يكتبون. فاز موسى عليه السلام، فاز بالله. كيف يحس موسى عليه السلام وهو يرى العصا وهي تأكل كل منهم؟ يعني كم بيأخذ عشان ينصح ساحر منهم؟ أنصح يا جماعة يحصل لك أمور تتعاني منها بسبب شهوة خلقتها. اي والله، وين واجه يا اخي طاغيه في بلده عنده جنود، يعني وصل حتى قال ربكم لعلى تعالى الله وكيف. الله يقول القي عصاك، القي ما في يمينك، واحد انت تحس انا بس. لقد كان في قصصهم عبره. ايش معنى عبره؟ العبره تعبدك من العبور، تعبدك من مكان كنت في ما عندك ثقة بالله، تظن انك انت تسعد نفسك بنفسك الى قضية يا ابن انا علاقتي مع ربي انا عندي مستقبل مشاكل ابغى الله يحلها لي جدا. يعبرك بس ما لمن؟ لاولي الالباب. اسال الله منهم يدقق وليتذكر اولو الالباب. ما كان حديثا يفترض، يعني ما هي سواليف، هي قصة موسى تبدا اصلا هي لك. يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم. جاءناكم بني آدم؟ نعم. جاءنا رسل منا؟ نعم. يقصون عليكم آياتي. قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. آيات الله؟ نعم. إيش مطلوب؟ فمن اتقى. أقل من حفظ وقرأ. إن هذا القرآن يغيرك فعلا، أسأل الله يغيره وإياك. فمن اتقى وأصلح. سمع الآية تبين كان قبل الصلاة مفكر مستحيل خلص يدخل ما يقدر. أسأل الله أن يعافي كل مسلم من كل ذنب، لكن الآن قال له أترك هذا البكت بالله والله أترك. بيجيك صداع حية تسعة تهتز كأنها جامد، لكن اصبر سيعطيك بعدها عطاء. كنت تقول كيف أنا أعرف نفسي أول في هذا الشيء؟ يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح إيش؟ فلا خوف عليهم. ما عاد يخاف من إيش؟ الخوف من إيش؟ من حاجة. من؟ لا لا في الآية هذه. فمن اتقى وأصلح ضمن لك الله أمرك. إذا أنت استفدت من القرآن أن كل شيء القرآن تحاول تطبقه وتجاهد نفسك ضمن لك الله أمرك. ما هو؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايش الفرق بين هذا الخوف على المستقبل؟ الخوف على المستقبل، اخاف يصير كذا، اخاف ما اتوظف، اخاف افصل، صح؟ فما تخاف، تصير زي موسى. كان فاضل حي واحد الحين حياه كثير ما فاضل. ولا هم يحزنون الحزن على الماضي. فيحل لك الله قضيتين الماضي والمستقبل، يصير لحالها لما فيها مره ثانيه صارت الماضي، قدام الثانيه صارت المستقبل. اذا انت سعيد. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم المستقبل ولا هم يحزنون. تبع ولا سمع ولا قرا؟ تبع. الله يحزن ويحزن التبعين. ما الموقف الثالث لموسى عليه السلام؟ اصعب من الموقفين الاولين. لما جاء موسى عند البحر الله يفتح التفت 600 ألف مدججين بالسلاح. يا جماعة لو أفتكر
والجيش تاعهم كلهم مدرجين السلاح وجايين ربانين. مين اللي يقول ربانين؟ الله يقول. لما خرج موسى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني بيقسمهم قسم ما في مكافأة تكافأ في العدد، وإنهم لنا لغائظون. ها يعني هم ما غاضون أنت تذبح أولادهم الحين يوم وضعت في سوريا لاحظ. إذا أكبر من خطر أفاعل لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فلما تراءى الجمعان صح قال أصحاب موسى كلهم قالوا إنا لمدركون. وربطنا يا موسى لو خليتنا عندهم نغسل ملابسهم كان أحسن، وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هو كان يعذبنا من الأول، هذا كيف يسوي؟ إيش قال موسى؟ أو السيفة ولا مدبرا زاد الإيمان رغم زيادة الخطر. قال كلا اللهم ارزقنا ايمانا. قال كلا. ما قال ان معي عصا ولا معي الشباب، قال ان معي ربي. لكن وين اسلحتك؟ وين دباباتك؟ وين مدافعك؟ انت ما عندك شيء. يعني تعال فكر بالعقل. قال ما عندي اسلحه ولا دبابات، معي ربي سوف يهديني. صح الان؟ ما أجمل الخبر. سوف في البعيد، لكنك ما تعود من ربنا يتأخر عليه، لأنه هو ما يتأخر عن ربنا. هو كلها فاء 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 فاء. فالله عز وجل يستجيب له بسرعة. قال كلا إن معي ربي. دبرني أمس، دبرني قدام السحرة، وقال دبرني قدام الأفعى، والله دبرني. قال سيدنا ثم أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك. صح الآية؟ ثم فأوحينا. الله أكبر. هو فأبقى، إحنا فأوحينا. إذا تباطأ عليك الخير فاعلم أني وإياك تباطأنا في فعل الخير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هو المطلوب فليستجيب لي. لو أقول لك حي عطني الكاس تقول لا، عطني القلم لا، عطني الكتاب لا، ثم تقول لي عطني الماء أقول لا. ولله المثل الأعلى، فقال الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لكن الله لا يتعامل بهذه الطريقة، قد يعطيك لكن لا يكبر، يعطيك شيء عليك. أما قال إبليس ربي أنظرني إلى يوم العذاب، إنك لمن؟ ليش؟ لأن الأمر فيه شرع على إبليس. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خيرا لأنفسهم، يعني قد يعطيك إذا كان يحبك، بس إيش الفاصل فيها؟ أن لا يحتاج شيء في الخير لك العاقل. واضح؟ واضح يا جماعة؟ يعني أنت عدوك الآن وأنت تعلم من هذا الكأس مسموم، فيأتي ولدك بكبر الكأس تقول لا، صح؟ يأتي أحد تحبه يبغى الكاس تقول لا، يأتي عدوك يبغى الكاس تقول لا، أنا مين أنت لي؟ صح؟ ويبدأ مثل الأعلى. لكن إحنا ما نعلم الغيب، والله يعلم الغيب. أحيانا نستجيب لأولاد في أشياء تضرهم لأننا عندنا المعادلة ناقصة، عندنا حب لهم لكن ما عندنا علم هل هذا الأمر يضرهم ولا ما يضرهم. الله إذا أحبك عنده أمور منها أنه يحب ويرحم ويعلم، فإذا ما يضرك ما يعطيك. واضح يا جماعة؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن الله قادر أن يقصد فرعون مثل ما قصد بقارون. ليش الله يكرر قضية العصا؟ عشان تتذكر أنا وإياك المعصية اللي عجزنا نفكر. ترى شوف ما نفعت مرة واحدة، موقف واحد نجح فيه خلاص. هنضرب بعصاك ايش؟ والله لو قال الله اضرب بعصاك النهر لاستعجبنا كيف يؤثر عصا النهر. صح؟
صح؟ العصر ايش تسوي بالبحر؟ البحر الحاله هذا يحمل اطنان من الاقشار بواخر ولا ما اثرت فيه صح؟ كيف عصا؟ لا ليست العصا هو ربي سبحانه، لكن العصا لي انا واياك عشان فهل نتذكر؟ فاضرب بعصاك البحر ثم انفلق. فانفلق. ولا ثم؟ فانفلق. فكان كل فرق كالطوب العظيم. سبحانك. العصا تضرب يعني يقول الله لو انت نجحت معي اجعل القاسي يسيبك واجعل الميت يقسو اذا كان من صالحك ولا ايش عصا تضرب فيها بحر الجمل. الرابع النص الرابع واذ استسقى موسى لقومه 12 قبيله كلهم يموتون من العطش فقال اذا استسقينا ايش يصير؟ ينزل المطر ولا الله يريد تفهم ايش يعني أن تنجح معي؟ ما قال الله إن تسقى موسى لقومه فأنشأ الله السحاب الثقال وأنزل الأمطار قال فقلنا اضرب ليش؟ بعصاك. لو أنك ما نجحت معي ما تأخذ ولا واحدة من واحد. اضرب بعصاك ايش؟ لا إله إلا أنت سبحانك. يعني التراب أسهل اضرب بعصاك التراب أو الرمل. الله يقول إذا أردت أن تعطيك وأنت ناجح معي أفتحها لك من أسوأ وأقسى وأصعب أبواب. سبحانك لا إله إلا أنت. يضرب بعصاك الحجر ثم انفجرت منه 12 عين. فانفجرت منه 12 عين. فأثرين لا إله إلا أنت. اللهم يا ربي ارزقنا قلوبا تعلم معاني التعالي. ختام أحبة الخضر هي وقفة وقفها هذا المسكين مع رجل من أحد المذاهب والله سبحانه علمنا في هذا القرآن أن نتكلم مع أي أحد لكن نريد الحق. ولا يا جماعة نحن لا من الإقامة لا تتصرف بنفسك ولا تأخذ كلام أي أحد جزاك إذا لم يأتي بدليل. الله عز وجل يقول إذا أردت أن تتعامل مع المخالف ولو كان يهودي أو نصراني علمنا الله طريقة التحاور معه. قال الله قل لا تسألون عما أجر الله سبحانه. يقول الله للأنبياء قولوا لهم إنا مجرمين معلش استعان الكلمة لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أنت تعمل وأنا أجر بس تعال الكلمة لأن الحق معك إذا كنت تتبع كتاب الله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أتكلم معي هذا الرجل فيتكلم معي على قضية عبادة القبور ولا بد يكون واضحين يا جماعة أنا أبغى الجنة فأتكلم بأي موضوع والله لا أتدخل لي أنها صحيحة والله لا أسبق إليها. من قال هذا الكلام؟ يقول الله عز وجل قل للنصارى يا رسول الله بأبي أنت وأمي عليك الصلاة والسلام قل لهم قل إن كان للرحمن ولد خذ القرآن وأثبت لي تعالى الله هو وكلمه قل إن كان للرحمن ولد إيش؟ ما قال سأعبد معك قال أنا أسبقك فأنا أول العابدين لكن لم يثبت لأن القرآن بل نقذف الحق هذا الباطل في الدماغ فيدمره فإذا هو زاهق. خلص أنا وإياه على ثلاث سنين قلت تعال والله لأروح معك الآن إلى أي قبر وندعوه لكن لا أريد أن أذهب ثم أتورط من رب العالمين. أثبت لي عشان إذا سألني رب العالمين أقول يا ربي أتذكر صح؟ قل سهلناها نذهب. قال هؤلاء يكشفون الحوائج. طيب قلت لا الله يكشف الحوائج ولا يا جماعه الله في القران كله هل قال اذهبوا لاحد او قال من يجيب المضطر اذا دعاه ودعاه سليم. الله يقول في القران فلا تدعوا مع الله يعني حتى لو تدعوا مع واحد ها الله يقول في القران
ومن أضل من يدعو من دون الله؟ قالوا يدعو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. صح؟ قلت أتفق. قال لا تشوفون حوائج. قلت تعال والله يا جماعة حتى ابني مجاهد كان تعجب ابني من نقاشه من طريقته هو جاي كان واثق. فقلت له فتحت صورة احفظ الصور خلاص المواقع هذه بقولها بشكل سريع ان شاء الله. صورة فاطمة يقول الله واسمع جمال القرآن. قال الله عز وجل قلت له الآن نروح له وياك بس قبل ما نروح خلنا نفتح صورة فاطمة. والله يا جماعة والله أتكلم معه وابني من هنا قلت له تروح معه افتح صورة فاطمة. فقرأت له يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. في أحد يسميها غير؟ أحد يسميها سيد؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم من هو اسم هذا الشاعر؟ ذلكم الله ربكم. ايش له؟ له الملك لا اله الا هو. ماذا قال بعدها؟ والذين تدعون من دونه وكل خلق الله من الله ولا حتى الملائكه حتى الرسل. نعم. والذين تدعون من دونه ايش فيهم يا رب؟ ما والذين يعبدون من دونه ما يملكون من ايش التطمير؟ ايش التطمير؟ الغشاء اللي فوق نواه التمر يعني التمره تاكلها النواه تزرعها الغشاء هذا تترمي يعني حتى اللي انت ما تحتاجه ما يقدر يعطوك اياه. صدق الله ما يملكون من يعني لو جاء واحد عند الشيخ وقال للشيخ سأل الشيخ قال له وين تروح؟ قال له بقعد بمفسد. قال اشتغل مني؟ قال ابغى اتصل كله 5000 دينار. فالشيخ قال له عبد المحسن انا هذا 100 دينار هل الرجل بيجي؟ ولا بيخسر التعب ويرجع؟ ها يا جماعه بيرجع الا في حال واحد انه ما يصدق الشيء. صح؟ فالله يقول للي ما يصدقون والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعون. لو قلت الان ما صدقت الله واحد دعوك ايش بيصير؟ قلت له تركت الايه ما قريتها ايش بيصير؟ شوف تفصيل القران ان تدعون ايش بيصير؟ لا يسمعون دعاء. تصير مثل قبل ولا دعاء. لكن الله يعلم انهم لا يسمعون. قال الله ولو سمعوا ايش بيصير؟ ما استجابوا. انتهت القضيه؟ لا. تفصيل في القران قال ويوم القيامه يعني بعد كل هذه الخسائر انه انت ما صدقت الله وصرت مكذب القران ورحت عند القبر ودعيت وما سمعك وسمعك وما استجاب بعد كل هذه الخسائر في خساره كبرى يوم الاخره يوم الاخره الله. ايش قال في اخر ايه؟ ويوم القيامه يخرج الله اللي يدعو والذين دعوا كلهم ثم يقول تكلموا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بذنبكم؟ لا. بعملكم؟ لا. ويوم القيامة يكفرون ايش؟ بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الفتوى ما هي في عبدها؟ هذا الفتوى مين؟ يعني تقول طبعا بعض الناس مسكين ما يقدر رجال يقول لك وهابي شد صفحة محمد بن هوا اليوم مش يقطع كتب الحق الأجل راضي أحمد بن حنبل الحنبلي شد صفحة اتصل لمن؟ لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وهذا ما اناقش فيه. فقلت انا ما مثلك الان اي كلام من غير الله لاجل هذا يقول الله ولا ينبئك مثله
قبيل ماذا قال بعدها؟ طيب انا والله لو كنت عاقل فقط ما عندي ايمان اروح ولا اروح؟ كلها خسائر والله يقول لي بيكفر بشرك يقول لي انا دعوت اشركت مع الله والله ما اروح صح؟ ايش قال بعدها؟ قال الله يا ايها الناس نعم عندكم حاجه عندكم اولاد مرضى وناس مرضى ها وعندكم فقط قد انتم الفقراء لكن لمن؟ الى الله لست فقير لمن تحت الارض انت فقير من فوق السماء سبحانه لاجل هذا قال بعدنا في سياق الايه وما يستوي الاعمى يقول انت استخدم عقلك الان مجرد دون ايمان عندك اعمى وعندك بصير وانت واحد منك الطريق تروح لمن؟ للبصير ممتاز عقلك ناجح ولا الظلمات بتدور لك حاجه في الظلام ولا في مكان نور تولع اللمبه صح؟ ولا الظل عندك مكان نجم واحد في الشمس واحد في الظل قال اذا فهمت خذ الصاعقه التي بعدها وما يستوي احياء ولا الاموات هذا لو كانوا بشر فكيف اذا كان الميت بشر ولا حي رب البشر ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسلم من في القبور ان انت الا نبي قال لي خلاص والله ابني قاعد يشاهد موقف قال لي خلاص والله ما اروح لكن الشيخ تغيرت النظر شوف القران هذا ولا ياخذنك بمثل ما جئناك بالحق واحسن تفسيره قال يا شيخ خلاص والله انا ما اروح ما دام القضيه انه بيطلع يقول هذا مش لا والله ما اروح بس يا شيخ هم يقربون الى الله قلت لهم بس اجل مشينا نروح انا وياك لهم بس خلينا نفتح صوره السنه بس خلينا فتحنا صوره السنه تنزيل الكتاب اللهم فهمنا هذا الكتاب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا عليك الكتاب بالحق اعرف انا روح ولا ما روح فاعبد الله مع احد مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص قضيه واضحه زي الشمس ماذا قال بعدها قال سياتيك اقوام يقولون لك هذه القضيه والذين اتخذوا من دونه شوف كلمه دون تحت ظهرها من دونه اولياء لما تسالهم شو يقولون ما نعبدهم ليش قاعد نقول الا ليقربونا الى الله زلفى ماذا قال الله؟ إذا قال صاحبك نروح لك، إذا ختم الله الآية بشيء خوف ما هو إيش ختم الله الآية به؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أنا وياك مختلفين الآن؟ أبي أشوفكم صح ولا خطأ قال إن الله لا يهدي من هو كاذب سبحان الله من هو كاذب كفار قلت لها نروح قال لا نروح قالوا لك قضية واحدة بس يا شيخ هم شفعاء ما يفعلون قلت آخر حاجة نفتح سورة يونس قلت له احنا ماشيين في الطريق نفتح سورة لن أقرأ آية من قراءتها لك سأقرأ لك آية واحدة أو آيتين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا شوف المقدمة لها وكل آيات فيها قضايا الدعاء إلى الله تأتيك بالطريقة هذه مقدمة تخيف ومؤخرة تخيف المقدمة إيش؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته الله ما قال مع الله يقول لك قال أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون طيب إيش يسوون المجرمون هؤلاء اللي يكذبون عليك إيش يسوون قالوا يعبدون من دون الله يعبدون دون الله ها من دون الله ما لا يضرهم حتى قبيل معهم ولا ينفعهم طيب يا ربي ايش يقولون؟ قال ويقولون يا جماعه القران عظيم يقول لك ويقولون يقول لك قل يعني رد عليه ويقولون ايش؟ هؤلاء الايه الثانيه اللي في يونس ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله
ها يا جماعة؟ نفس الكلام. طيب ايش قال الله بعدها؟ قال قل. ايش اقول؟ ايش اقول؟ قل يا سلام، قل أتنبئون الله، يعني أمر نسي الله يجعله في القرآن، فأنت جاي تعلم الله شيء نسي حقه في القرآن. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه. لو كان هذا كلام حق لذكر الله في القرآن، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ما دام القضية كذا والله لا أدعو مع الله أحدا. يا جماعة هو الحق وكلام واضح، فأنا أدعو أحبتي كل من دان الله بكلمة لا إله إلا الله، لا تعدوا هذا الكتاب وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. جماعة والله لو كان حلال ما رحنا ندعو، والله والله لو قال الله حلال تدعو، والله ما رحنا. يا أخي مدير بنك يقول لك تعالي ولا تذهب للبوابة إلا أنت قاعد البوابة تقفص لك 120 مليون. هذا الواقع، هذا الواقع. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا جهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم. فأحب تقول أنا أدعو الجميع من نادى بكلمة لا إله إلا الله، لا تعدوا كلام الله، لأنك إن عدوت كلام الله ستدخل في منحنى خطير جدا سماه الله. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ هو الذي أنزل لك الكتاب بالحق منه آيات محكمات هن أم الكتاب، شيء واضح. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يا جماعة القرآن واضح، وخذها قاعدة ختامية، طبق ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. أعيد باختصار، تبغى تدبر القرآن، طبق ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. أدعوكم جميعا أحبتي أن نكون على قلب واحد. أسأل الله أحبتي أن يجعلني وإياكم ممن يربطهم الأنبياء والشهداء من تحابهم في جلال الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم كما شرفتني برؤيه احبتي هؤلاء فوق هذا الفرش واخواتي هناك، اللهم تشرفني برؤيتهم اخرى تحت العرش. اللهم يا ربي انك تعلم ما في قلوبهم من امنيات يتمنونها في انفسهم واهليهم ودنياهم واقراهم. اسال الله سبحانه باسمائه الحسنى ان لا يبقي لكم امنيه هي لكم مصلحة ولكم فيها رضا وله فيها سبحانه رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها لكم قبل أن تنفضوا من مجلسكم هذا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بكل ظالم وطاغية، اللهم اقسمه كما قسمت فرعون وهامان وأمية بن خلف. اللهم انصر إخواننا في سوريا وانصرهم يا رب فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ول على المسلمين في تونس الحبيبة وفي كل مكان خيارهم مر فيهم شر شرارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين عامة فيمن خافك واتقاك واتبع امرك طالب رضاك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اجزم القائم على هذا اللقاء خير الجزاء. اللهم يا رب اني لاعلم ما يريدون فاعطني اعظم ما يتمنون انك على ذلك قدير بالحجاب الجديد. اسال حديث الاعطاء واصلي واصلي على اشرف المتاخرين والمتابعين وعلى اله وصحبه وسلم.